ضيفة من الكويت، هي موديل وبلوجر وناشطة بالموضة والأزياء وما بتغيب عن المهمات الإنسانية، سفيرة الأمل لأطفال التوحد بالإمارات، وأيضا حصلت مبارح على لقب ملكة جمال عريضات العالم العربي. هي نوشة الشمري، بدنا نقول لها أهلا وسهلا. أهلين وألف مبروك اللقب حبيبتي. الله يبارك فيك. هلا ومرحبا، وأنا سعيدة جدا باستضافتي عندكم بيروت وبغناة ألفا سابقا. حيل مستان بنفس الوقت فرحانة وايد، كنت حيل مرتبكة، بس الحمد لله صار اللي يعني أبي معكم. يا هلا فيك. أهلا وسهلا فيك نوشة، Queen of Arab Models. خبرينا عن هذا اللقب، كيف صارت المشاركة، كيف ومين كان مشارك ومين كانت لجنة التحكيم، وكيف قدام بسطت بس حصلت على اللقب. أول شيء اللي صار، أنا كنت بالكويت دائماً أتابع بالتلفزيون، ودي أني أرشح نفسي، ودي أني أكون مكان العارضات، كانت طموحي كذي. طبعاً اللي ساعدتني وساندتني شمس رفيجتي، هي اللي نصحتني، هي اللي وجهتني، هي اللي دلتني الطريق، يعني أوجه لها تحية وشكر من التلفزيون. بعد ما وصلت بيروت، محمد حلواني والمخرج بلال ما قصروا معي بكل شيء. أنا طبعاً ما كنت أعرف ولا شيء. أستاذ محمد حلواني ومخرج بلال أم اللي تعبوا معي بكل شيء، بروحتي، بردتي، باجتماعاتي، بكل أماكن اللي أنا رحت لها. واضح من طريقتك كيف عم تفسري لنا عن القصة أنه كتير مبسوطة وراضية عن يلي صار. الحمد لله. إذا بدنا نحكي عن السهرة والكمبيتيشن بين الصبايا، كيف توصفي لنا إياها؟ وكم صبية كنتوا من وين؟ كان في جميع أنحاء العالم، في من سوريا، في من لبنان، في من سوريا وعايشة بلبنان، في من مصر، في من تركيا. كانوا 15 بنت، كلهم رشحوا نفسهم، كلهم جميلات، كلهم حلوات. ليش وقع الخيار عليك؟ لجنة التحكيم. مزوقين. لأنه مزوقين. يا حبيبتي أنت، يا بعد عمري حبيبتي. أول مرة بتجي على لبنان؟ لا، ثالث مرة، بس من زمان، يعني من زمان مو داش لبنان، من 2017 آخر جاية لي. أوكي، وكيف كانت التجربة حلوة. شعب نظيف، شعب أنيق، شعب محترم، ذوق، أدب بالتعامل، أدب بالردود، شعب حيل حلو، يعني ما أقدر أوصفها. لا، بيروت غير. أهلا وسهلا فيك بيروت. حبيبتي هلا ومرحبا، نورتي بلدك. بعد عمري حبيبة قلبي أنت، كلش ذوق. نوشا، هيدا اللقب شو رح بيضيف لإلك، لحياتك، لمسيرتك، للكارير تبعك؟ اسم، أنا حيل سعيدة أني أنا أخذته وأمثل ديرتي الكويت، مناسب لعاداتي وتقاليدي، مناسب حيل لشغلي، ينفعني كشغل كأنا موديلينج دولة الكويت، أشارك بالمعارض، أشارك مع نخبة من المصممات بالكويت، أشارك مع نخبة من ميك اب ارتست بالكويت، وايد شغلات حلوة راح تنفعني فيه. أنت أساساً موديل بالكويت وبلوغر. أيه. نعم. كمان قد أيه. بتركزي على السوشيال ميديا وقد عم تلاقي فيه استفادة كبيرة. الكويت مجتمع السوشيال ميديا، حيل حلو السوشيال ميديا بالكويت. كل شيء تبينه يصير. طبعا تتعبين على نفسك، تشجعين نفسك، تمسكين طريقك الحلو اللي تشوفين لا انت اللي انت تبينه وتحبينه. بالنسبه لي انا وايد احب الفاشن، وايد احب الموديلينج، وايد احب يعني الملابس بشكل عام، فانا شفت طريقي موديلينج. خلينا نحكي عن الكارير تبعك بالموديلينج وبالسوشيال ميديا. كنت عم بتقولي انه الكويت هي بلد السوشيال ميديا، وهو مزبوط، يعني في كتير بلوجرز، في كتير مشهورين كتير من عبر السوشيال ميديا، وفي كمان كومبيتيشن بيناتكم كتير عالية بين صبايا الكويت اللي هن لهم علاقة بالبلوجرز والسوشيال ميديا. كيف تتعاملي مع هذا الشيء، وكيف
يعني خليتي حالك تكون سبيشال ديفرنت من غير كل شخصية بدولة الكويت له كاريزما معينة. كل شيء يعني كل بنت أو بلوجر أو موديلينج كل واحدة لها كاريزما معينة. يعني أنا تكون مثلا كاريزما أني أنا أحب الفاشن، أحب اللبس، أحب أني أكون عارضة مع نخبة من المصممات. في بلوجرز بالمنتجات بالمطاعم، كل واحدة هي شنو سياستها وشطارتها. قدي صار لك بتشتغلي على صفحتك؟ 4 سنين. 4 سنين ولوحدك ولا في معك حدا صار يساعدك عليها؟ أنا من دشيت السوشيال ميديا بروحي، اللي تساعدني أمي وخواتي بس. ولوحدك؟ كلها بروحي. هالسنة تعرفت على شمس، صار لي الحين معاها سنة ونص. هي اللي تشجعني، هي اللي وجهتني، قلت لك هي اللي جابتني لبنان، هي اللي تقول لي سوي كذي وسوي كذي. انا ما انكر ولا احب انكر جميل رفيجتي علي، واحب اطلع على القنوات واقول اي انسان ساعدني اذكر اسمه. والدتي، خواتي، ورفيجتي شمس. شو حلو. بنحييهم كلهم اكيد، وليهم فيك. حلو الوفا وحلو الواحد يعترف بالجميل. أكيد نوشا بدي ضوي على شق الإنسان اللي فيك، اللي هو كتير حلو. أنت سفيرة الأمل لأطفال التوحد، شو يعني وبأي طريقة بتشتغلي؟ في الإمارات هم موجودين، تعامل معهم عن طريق مجموعة من الشخصيات وصلوني لهم، ومعهم بكل شيء شنو ما يبونه أنا معهم. كل قدي بتزوريهم؟ كل قدي بيكون لك تواجد يعني معهم؟ أنا لي ناس هناك يعني سلمتهم المهمة. بس كل سنة أنا أروح مرة أشوفهم. حسب ظروفي. نحن بنعرف كمان بينج بلوجر وكذا وسوشيال ميديا وهذا بيصير في سبونسرشيب، يعني بايد بارتنرشيب بينك وبين مثلا بعرفني ماركت شامبو، ما بعرف تي طبعا. طب ما هيك هذا اللي بيصير. قديه عم صارتي واثقه من نفسك اكثر، بتعرفي حالك اكثر، بتعرفي شو بدك اكثر، انه صار حتى السعر اكثر واكثر واكثر وبنتقدم نتقدم. Can we make money from social media؟ يعني انت قصدك اني انا شلون طريقتي وسياستي بالاعلانات؟ نعم. الإعلان لما يجيني أنا أشوف شنو المناسب لي، شنو اللي أنا أقدر أني أوجهه حق متابعيني. شنو أنا أحبه، مو كل إعلان أقبله. مش كل إعلان تقبله. مو كل إعلان أقبله، شيء أنا أشوفه مناسب لي وشيء أنا أقدر أوصل منه معلومات عشان أنا هم أفيد الطرف الثاني. لما يجي هو يعطيني الثقة لازم أنا أكون قتها، ليش أنا أطيح سوق شغلي يمكن شيء أنا مو متابعيني ما يحبونه وأنا ما أحبه، شلون أعلن عنه؟ شو اللي ما بتحبيه؟ شو اللي بترفضيه؟ في شغلات أنا أرفضها. مثلاً؟ شغلات بالغير يعني شغلات كذي ما تفيدني، ما تفيد متابعيني أو ما تمشي، ما أقدر إني أنا أقول كلام مو فيها. كل شوف كل مشروع يبي يسووا له إعلان، مو كل مشروع أقدر أقبله. حسب شو اللي بيقنعك. أيه يعني لا تقدري انت بالتالي تقنعي متابعيني. أيوة هذا اللي انا اقصد. لازم بتجربي المنتوج قبل ما تعمل الاعلان عنه؟ اسبوعين تجربه عندي. بعدين اعلن يوميا، ما احط اوقات معينه. اوكي. يعني هم اصلا الطرف الثاني يحط لك تواريخ معينه، 4 مرات بالشهر، 5 مرات. انا بالنسبه لي يوميا اصور عادي، ما عندي مشكله دام انه شفت منه نتيجه حلوه. سواء شامبو، سواء اويل، اي شيء. حتى لو كحل، حتى لو مسكره. اي شيء من ضمن الميك اب، شيء اشوف فيه نتيجه. شليت انا ابي اتكلم بضمير. عندي متابعين، عندي بنات يحبوني. ما يصير اني انا عشان اعلان واحد اخرب كل شيء. صح. متابعينك اغلبهم من وين نوشا؟ جميع انحاء العالم. وقديه يعني بيحكوكي، قديه عندك وقت تردي عليهم؟ قبل لا انام بالليل ابطل سنابي، ابطل انستغرامي، اشوفهم. سناب على فكره بالكويت كثير مركزين على سناب. نحن عنا بلبنان ما لا، بس بالكويت كثير. صحيح. انا ما اقدر اعيش من غير سناب، يطفي تليفوني لا ما اقدر.
ولا نحن ابدا السناب ما مش هون. بس بعرف لانه بالكويت شفت هالشيء. مزبوط. انتوا الانستغرام عندكم شيء اساسي. والتيك توك. تيك توك، تيك توك عندنا شيء مهم حيل بعد. شو تعرف في عندنا وايد بنات شاطرين. اوكي. طموحاتك لوين بتوصل نوشا؟ بشو بتحلمي؟ وايد سعيدة جدا باللقب أنا لما أخذته، وما كملت 24 ساعة من أخذت اللقب، والحمد لله لك الحمد يا رب، دعوات أمي، مساعدة صديقاتي بالكلام الحلو من متابعيني، إن شاء الله كل شيء حلو أنا أطمح له. أمين يا رب. اللهم أمين حبيبتي. حبيبتي هيدا اللقب يعني شو next step من بعده لهيدا اللقب؟ أخذنا هيدا اللقب يا شو بدنا نعمل؟ رح ينفتح لك أبواب كتير. طبعاً أكيد كل شيء حلو أكيد. باقية بلبنان هلأ؟ لا يعني كم يوم مسافرة وإن شاء الله لي ردة لأن عندي شغل بالكويت. عندك شغل ورح ترجعي على لبنان؟ طبعاً أكيد. أوكي. أهلا وسهلا فيكي بلبنان حبيبة قلبي، والأحمر اللي بقلي كتير from the Christmas spirit لبس الأحمر بجنن عليكي. شكرا كتير، تحيتنا كتير لكل مشاهدينا بالكويت، نحن منحبون كتير على فكرة، بعد عمري حتى هم يحبونكم حبيبتي. وأهلا وسهلا فيكي نوشا الشمري، بلوجر وموديل وكوين أوف أرب مودلز، اهلا وسهلا فيك، نورت لبنان حبيبه قلبي، تحياتنا لك، وعلى امل السنه الجديده تحمل لك الخير يا رب باذن الله. ان شاء الله وخير عليكم وعلى لبنان، وان شاء الله صدق لبنان ما تستاهل اللي صار لها، ان شاء الله جدا حزينه، بس جد شعب جدا نظيف. انا يمكن اول مره اطول بلبنان اني اقعد اسبوعين، اهلا وسهلا. عاده انا اجي ثلاث ايام وارجع، ودي اعيش عندكم. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا حبيبتي، بتشرفينا فيك يا حلوه حبيبه قلبي، انتي كلش ذوق.